اهلا بحضراتكم مشاهدينا الكرام، وكل عام وحضراتكم بالف خير. يعني بالتاكيد اليوم اولى ايام عيد الاضحى المبارك، كل عام وحضراتكم بالف خير. ويمكن على مدار الساعات الماضيه بالتاكيد كنا بنحذر من حاله الطقس وحراره الجو في اول ايام العيد، لكن بالتاكيد برغم من التحذيرات الحقيقه شوارع يعني جميع محافظات مصر كامله العدد، الفرحه يمكن غطت على حراره الجو، الناس كلها خرجت للشوارع من كل الأعمار يعني لأداء الصلاة وأيضا للاحتفال. بس خلوني كمان أقول لحضراتكم الحقيقة تفاصيل أكتر عن حالة الطقس خلال الساعات والأيام المقبلة، حيث أوضحت هيئة الأرصاد الجوية أنه بتتوقع أن يشهد اليوم السبت أول أيام عيد الأضحى المبارك طقس شديد الحرارة يكون رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة ليلا على كافة الأنحاء، كما تنشط الرياح على بعض المناطق مما يقلل الإحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسب الرطوبة. أيضا أوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن اليوم سيشهد ارتفاع في نسب الرطوبة نهارا مما يزيد الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل، ويكون بقيم تتراوح من 2 ل 3 درجات مع وجود نشاط رياح أحيانا مساء على بعض المناطق مما يقلل الإحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة ليلا. كما يشهد اليوم شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري، السواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء. خلوني أقول لحضراتكم أيضا أنه بالنسبة لحالة الطقس بشكل عام طوال أسبوع العيد من السبت وحتى الخميس، فمن المتوقع خلال هذه الفترة أن يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، ويكون الطقس حار رطب على السواحل الشمالية. أما عن حالة الطقس ليلا فيسود طقس معتدل الحرارة رطب ليلا على كافة الأنحاء، ومن المتوقع أن تشهد هذه الفترة شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر حتى الساعة 6 صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة. كما تشهد هذه الفترة نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى. أما عن حالة الملاحة البحرية فالبحر المتوسط حالته من خفيف إلى معتدل وارتفاع الأمواج من 1 إلى 1.5 متر، أما عن حالة البحر الأحمر فهي أيضا من خفيف إلى معتدل. يعني دي أبرز توقعات هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس. بشكر حضراتكم شكرا جزيلا لطيب المتابعة، كل عام وحضراتكم بألف خير. بالتأكيد دوما بنتابع مع حضراتكم يعني كافة المستجدات المتعلقة بالطقس. بشكركم شكرا جزيلا وإلى اللقاء.